سمعناها تفاجئنا تفاجئنا، لا اله الا الله محمد رسول الله. مساكن ديما كتوقع لهم بحال هكا فجاه، كاين اللي مساكن دابا يمشيو ليه الاموال ديالو، مساكن كاين اللي كاري، كاين الله يكون في العون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي. عدوا محل هنايا حفظوا الله، اللهم لك الحمد. ولكن تادو خوتنا بقاو فينا، علمونا. انا مشات لهم فلوس، مشات لهم مساكن، مشات لهم الاموال مساكن ديالنا. كيف نظرك لله كل مره القرعه كيوقع عليها هادشي؟ شنو السبب؟ وكل مره كتكون البوطه. مره دابا شي حد هنا قالوا الضو، يقدر شي واحد خلى الشارج ولا الله اعلم، الله اعلم. ولا حول ولا قوه الا بالله. شنقول لك اوليدي؟ لا اله الا محمد. الله يعوض ليهم والله يصبرهم. كيما هما الفين ديما ديما كانوا على القصدير، دابا هما البني مساكن، هما بنا لهم عيش محمد السادس. ها ما انت تشوف. لا اله الا الله، لا اله الا محمد رسول الله. الله يعوض ليهم، الله يعوض لهم. علمك اخويا راه كلشي راه ماشي، واخا انا خدام كان راه كناكل طرف الخبز. المهم المحلات مساكن تا هما، راه كاين اللي مشى البارح كومه، كاين اللي مشى مسكين كومه، كاين اللي مشى مسكين. الله يحسن العوان اصلا. الناس ضروا بزاف، ضروا بزاف السلعه. راه ما كنقولش لك ملاير، ماشي الملايير، الملاير مشات للناس هنا. الله مسكين. راه اخا المهم المحلات راه قول بحال المحل ديالي تا انا، راه تا انا كناكل من طرف الخبز بزاف، ماشي عام بزاف الحوايج، بزاف الناس كياكلوا من طرف ديال الخبز. كاين بزاف ديال الروايات ولكن باقي الغموض يعني. أيه. ديال هاد الحريق في نظرك شنو؟ اخويا كي شوف واش الضو واش ما عرفنا، نقدر نقول لك شي حاجه نكذب، انا نقدر نكذب ما نكذبش. الله اعلم، علم الله ما كيعلم لا بحال هادشي، الا سيدي ربي هو اللي كيعلم على بحال هادشي. كاين العساسه وهذا، وكاين العساسه، كاين العساسه. ولكن انت راه ملي بديت العافيه الدراري كانوا معايا صحابي، قال لي راه حنايا عطاكينا بزاف قبل ما يجيو البومبيه. انا قال لك عطاكو بزاف قبل ما تجي البومبيه. انا راه جيت بغيت ندخل ما خلاونيش ندخل، من اللي هي ما خلاونيش ندخل، وليت ناكره مع البوليس. حيت كانت صعيبه القضيه. واه كاين كاين الشفاره كيدخلوا، كاين بزاف ديال الناس كيدخلوا. مايا كاين اللي مسكين البارح الله يحسن العوان، مي الفلو راه مي المحلات راه كاين اللي كاين اللي مشى مسكين داك البكا. واش غنقول لك؟ ما كاين لا اله الا الله. المحل اللي ما تضررش كاع شحال تقريبا تكون مشات لي ديال الفلوس؟ المحل راه كاين اللي ما تضررش، ما كاينش اللي ما تضررش، راه ما غتكون مشات لي حتى شي حاجه. واللي تضرر راه كاين اللي ضربت لي 300 مليون 400 مليون 200 مليون 500 حتى 600. راه كاين هنا قلت لك واحد خينا غتكون مشات لي واحد هذا. كاين اللي مشات لي واحد المليار هنا، هذا اللي ضر مزيان شي مليار ولا ما. الله لا لا ديال السلعه والله الا راه ما عرفت واش. كل عام كل عام يعني كتكون بحال هذا الواقع. كل عام راه قبل من العيد الكبير كون كانت تبارك الله الدراري الصغار كون ما كانوش الدراري كانت غت شحال ديال شحال ديال بصح في هذا التحت الزنقه الاخرى. لا لا الله اش غنقول لك والله الا شويه كنهضر معاك راه باينه فيك ما غيطلع عليا الدم. والله تطلع عليا الدم اخويا اش غنقول لك؟ لا اله الا الله واحد ما على قلوبنا عاد سيدي ربي. راه كنشوف انا زعما انت مساكن انت واحد حتى هو ما حالو تبارك الله. هو ما حالو مسكين راه بنادم راه بحكل. انا نشوف هذا مسكين كيفاش دخلت لي العافيه انا الله اعلم. انا ملي جات شدت من الفوق طلعت من اللي واقع من اللور ديالو من اللي شدير من القصدير. ما اش غنقول لك اخو سمح لي الله يرحم لك. الله يحسن العوان اخويا، الله يحسن العوان. الناس كرفسات اخويا وبزاف كرفسات وبزاف، مشات لها السلعه وتحرقات السلعه والناس مشات لها السلعه بزاف اخويا. الناس كرفسات الله يجعل الخليفه على الله، هذا هو اللي غادي نقول اخويا الخليفه على الله. والناس اخويا تكرفسات وداعت برزقها لا اله الا الله. هادشي اللي غادي نقول اخويا لا اله الا الله. الله يدير شي حاجه شي تاول الخير. هادشي اللي غنقول اخويا. والناس كرفسات هنايا كرفسات وانت كتشوف.
انت تشوف انت خويا الناس مكرفسه بزاف كرفسات بزاف فهمتي كرفسات كاين شي محلات اللي ما بقى فيهم والو اوكي اللي ما بقاش فيه بحال هذا ما بقى فيه خويا والو راه انت كتشوف بعينك ما بقى فيه والو الاخر اللي حداه وما بقى فيه والو ولا اله الا الله خويا هادشي اللي غادي نقول لك كاين الخدمات ديال الكبار واه ضروري ضروري خويا كاين خاصها كاين كبيره ماشي كاين خاصها كاين كبيره خويا كاين خاصها حتى واحد ما تصاب بعدا من الناس لا الحمد لله الحمد لله ما جيت الناس ما تصابش حيت هي بدات مع شي 9 ونص تقريبا تبدات اخويا فهمتي بدات وكان الطومبيه وما كاينش الماء بقاو على شحال عاد باش داروا الماء وداك الشيء المهم لا اله الا الله شدات العافيه مزيان اه ولا لا مع العود وصافي ديكور وبوليو وداك الشيء خويا هذا هو اللي كاين اخويا هذا هو اللي كاين الناس بعض الله يرحمهم الناس كيتسائلوا فيها يعني القريعه كل عام يعني كيوقع مشكل بحال القريعه راس مالها وقيده شنو هو راس مالها راس مالها وقيده عندك اخويا ثلاث غاني صباح باقي هذا هو اللي كاين اخويا ماشي لا ما كاينش لا ما كاينش يعرف على كيفاش تعالت العافيه ما كاينش غادي يعرف كيفاش تعالت صافي حنا قاعدين في ديورنا تسمعنا هاجر العافيه شايف القرعه جينا كنجيرو قال الناس كتحرق وهادشي اللي كاين وين مشات لك السلعه؟ لا الحمد لله ما فيها والو الله ما كان فيها والو المحل ديالك ما تقاش والو ما تقاش منه والو الحمد لله تكرفسنا شويه خرجنا السلعه في المحل هضره ما تما راه هز حط هز حط اقول بقول قول تكرفيسه وصافي ودخلتي وسط العافيه ولا بدا لا بدا ما تعتق تعتق سلعتك اش غادي دير؟ لا بدا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.